مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم تتابعوا فيديو اليوم. أكيد كلكم عم تسألوا مين هذا الشخص اللي حطت نظاراته وعم يحكي، لذلك اللي عارف يكتب تحت بالكومنتات عشان نحط له أحلى قلب، واللي ما عارف راح أعطيكم هلا مساعدة صغيرة. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم تتابعوا فيديو اليوم، معاكم شيرو يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، يا عيني. والله توقعت تعرف الحركة مثل حركة الكمامة هذيك المرة قلت ارجع. ليش؟ ليش؟ ليش التنمر؟ ما حسيتي حرامي؟ اسمعي اسمعي اسمعي، انا طلعت هالمنظر وجيت صاحي من النوم بس لحتى انصحك نصيحه لتكون يوتيوبر ناجح. تعرف شو هي؟ تغير الانترو. اوكي برو، يعني ليش التحطيم؟ رجعيني، انا رايح تركيا اخطب. اوكي معك نصيحه تصير يوتيوبر ناجح شيرو؟ اترك اليوتيوب. اترك اليوتيوب. اوكي خلص الفيديو يا جماعه، شوفكم فيديو جديد. جاكارا فيهم لهدول اثنيناتهم اللي عم يحكوا، بدي نوصل الفيديو ل 150 الف لايك، ماشي؟ لحتى نفرجيهم انه انا يوتيوبر ناجح. فيديو اليوم مثل ما قريتوا بالكومنتات في بنتين زراف تركيا. سيدرس سيدرس بقول لك سيدرس برو، بدي اصور مان. في كلاس في كلاس. اعطيني شفه شفه. شو يا اخي في كلاس؟ اوكي. شو فكرة الفيديو؟ بدي اروح لتركيا بدي اخطب. تجي معي على راضة ولا لا؟ وقف. شوي وبرجع لكم يا جماعة لأنه الوضع مستحيل هون. اوكي جايز، قبل ما نبلش فيديو اليوم لازم احكي لكم عن موبايل نازل جديد يلي اسمه ريد ماجيك 6R. الموبايل بلش سعره من 499 دولار، بس الميزات يلي بيعطيكم اياها مقابل السعر موبايلات حق 1000 و2000 دولار ما بيعطيكم اياها، ويلي منها شاشه عرض ب 144 هرتز، يعني وقت الجيمنج وقت تلعبوا العاب تشوفوا اللعب عليها كثير سلسه وكثير حلوه. وميزه ثانيه كمان، هالموبايل بيجي من فوق له مثل كبسه من هون وكبسه من هون، هالكبسات كثير مفيدين وحلوين وبساعدوكم وقت تلعبوا خصوصا العاب مثل ببجي وكول اوف ديوتي، وبيعطوكم كمان افضليه كبيره كتير ضد الناس اللي عم تلعبوا معها، مثل ما مثلا سهوله تكبسوا هالكبسه بزت القنبله، بتكبسوا هالكبسه كمان تعمل شغله ثانيه بدل ما تكبسوا هون تعملوا ايديكم هيك. هلا رح اعطيكم لمحه عن سرعه الموبايل، الموبايل هذا مو بس للجيمنج، بالعكس الموبايل هذا لكثير شغلات. اوكي جايز، هلا رح نفتح الموبايل، شوفوا شو حلوه البصمه. هلا رح فوت على البرامج كلها ورا بعض وبسرعه مشان افرجيكم سرعه الموبايل. جاليري، سيتنجز، بلاي ستور، الميل، شايفين السرعة يا جماعة؟ الكالندر، الكاميرا، وفيكم كمان تلعبوا بإعدادات الشاشة، يعني مثلا هاي 90 هرتز فيكم تعملوها 144 120، وهدول الكبسات اللي قلت لكم عليهم، هون وحدة وهون وحدة، فلما بتلعبوا ببجي أو أي لعبة تانية بتمسكوا الموبايل هيك بتلعبوا بتكبسوا هالكبسات، ومن ورا بيجي له أربع كاميرات 1 2 3 4 بقوة 64 ميجا بكسل، وهذا هو ديزاين ورا يا جماعة، شوفوا شو حلو. اوكي جايز، رجعت لكم واخيرا طبعا صار صراع وقتال على روحة مول. جلال ما بده يروح، ناريم بده تروح، وابن عمي بده يروح، ومين بده يروح مع ابن عمي ويسلي البيت فضي من غير شر. والله صار عندي الفرصه المناسبه لحتى احكي معه. اوكي جايز، من فتره بنتين زراف تركيا عملوا فيديو طار زوجي بين يوتيوبرز شباب، وواحده ثانيه عملت فيديو برانك اللي هو انه تنسخ صور الكراش تبع رفيقتها وتلزقهم كل الغرفه. هالبنات هن ياسو تي في وكارولين. انا اللي بعرفه يا جماعه انه ياسمين نسخت صوري وحطتهم غرفه كارولين، عملت لها مثل بران، وكارولين كمان هي وياسمين اختاروا زوج المستقبل من اليوتيوبرز وحطوني اول واحد. انا شفت بس مقاطع كثير صغيره من الفيديوهين، وهلا صور رح اشوف فيديوهات كلها. عجبكم الفيديو بدي منكم تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، بحبكم كثير، ويلا خلينا نبلش بالفيديو. اوكي هذا هو فيديو كارولين يلي اسمه ياسو تختار زوجي المستقبل من اليوتيوبرز. خليش في صوره غيث، في صوره اسامه، صوره جلال. خلينا نقدم شوي. اوه عم بتضاربوا قصص بنات وشد شعر وهيك حركات. على فكره بس شغله صغيره، لهجه كارولين اللي بتحكيها يا جماعه كثير حلوه، كثير بحب اسمعها لما تقول مثلا حرف الياء ما بعرف كيف يطلع معها، بيطلع معها كثير حلو. مثلا بتقول اليوم بدي انزل فيديو جديد او الروب جو حطاب مو انا شيرو ما في غيره. ها بس والله يا بنات يعني كان في صور احلى فيكم تختاروها، ما بعرف. اها اوكي، يمكن اخترتوها لانه لابس احمر وبيجاما ولون بدل على الحب الرومانس، ما بعرف شو. اوكي نروح على اليوتيوبرز واحد واحد. انا مو فلوكس وابو الروب حطوهم اصدقاء، وجو حطاب بيج لاف ياسمين، والله بيج لاف، هذا دليل انه بتتابعني بتحضر فيديوهاتي لانه قالت شيرو ما في غيره. برهوم، اوه والله راحت عليك يا برهوم. فكرة انا والبنتين كثير اصدقاء، يعني بنعرف بعض من زمان وبنحكي احيانا، وكارولين اجت لعنا زارتنا. لغايه مروان حاسه انه كمان هيك انه تعملوا جو حلو، لانه هو شخصيته حلوه، انت كمان شخصيتك حلوه.
بس ليش ما حطوا غيث زواج؟ يعني غيث انه محبوب حلو ما شاء الله احلى مني وروحه حلوه، يعني عرفتوا شلون؟ حطوني انا زواج، بس يمكن حسب تحليلي انا وقفوا عندي غيث معجبينه كتار والبنات اللي بحبوه كتار، فاذا صار زواج مع كارولين مثلا او غيث فاظن كارولين رح تغار من هالموضوع كتير، فلذلك اختصرت من هلا ما بدها تحس بهالشعور، ما بدها تغار عليه وتقول له ليش البنات عليك وليش، فبتطو كراش ما بعرف. anyways كارولين هرغالي والله ولا شلون؟ والله تعرف الوضع تعبان و انا بعرف يا جماعه اذا بدك اسامه يجي يطلب ايدك كارولين انا بجي معه، يعني جاهه واعراضه وهيك قصص وهذا، بس والله اسامه شاب كتير حباب كيوت و... لا كيوت اظن هالكلمه مو صابطه معه. لا لا شاب كتير حباب وقبضاي واكابر كريم، يعني كتير كريم، احلى تحية اسي. اوكي هذا كان فيديو كارولين يا جماعة، خليني هلا اروح شوف فيديو ياسمين لما نسخت صوري وحطتهم بغرفة كارولين. ياسمين بلاك الهواء، هذا الفيديو ما بصير ينزل، ما بصير ينزل، مسكت الشحطات ما بصير ينزل. ليكو الفيديو نزل كارولين للاسف. واو ليكو صوري، بس والله يعني صوري بضلوا بالغرفة، عن جد الغرفة كتير بتصير حلوة. معلومة كتير سريعة، كارولين كتير رفيقتنا واجت لعنا على البيت وزارتنا، ما في هيك شيء طبعا، بس هالفيديو انا عم بعمله مزح، والفيديو اللي ياسمين عملته كمان ترى مزح بس مشان تزعج كارولين، وكمان ياسمين كمان رفيقتي كتير وعملنا فيديو سوا، ما بعرف اذا بتذكروا لما كنت ايام الحجر لما كنت على الان مع نارين، فبس يعني رفقات ومزح مو اكثر ولا اقل يا جماعة. يا حرام والله تعبانه، نسخه كتير صور، لو اخترتوا اي شاب تاني غيري الفيديو ما كان طلع حلو. لا واثقه من نفسيها مش واخد لك، بس اسمعي بعت لك حتفه اذا بتبقى لك مفاجات، عملت لها مفاجآت عم تجاجئي بالحلبي لخيو. على فكره انا وياسمين تنتنا من نفس المدينه، من سوريا من حلب. نعيما كارولين شكلها غسلت شعراتها ما عبالي انزع. بس على فكره هاد مانو الكراش تبعي، انت قاعده عم تلف ايلي الموضوع بالزمن، مؤامره مؤامره كونيه يا كارا. لا الكراش بعدين هو متزوج على فكره، متزوج ترى، بس شغله كثير سريعه كارولي اجت لعنا ماشي الاسود وقصص كمان بتعرفها يمكن انتم ما بتعرفوها ما في حدا بيعرفها، بس مو انه متزوج، لا ماني متزوج انا كارو، ما بعرف منين جبتيها. لكون صدقتي الفيديو لما انا نزلت قلت شو صار بابني، يمكن زمان يمكن ثاني او ثالث فيديو على قناتي، بس نو ماني متزوج انا، لو متزوج كنت عملت طلع كونتنت حلو قناه فاميلي، كنت عملت كنت اوه والله يا ريت متزوج، يا ريت يا ريت متزوج بس مخبى هيك بيقول دائما. اوه تحضرني كمان كارولين كل الحب. يو حتى على الزرقاء النظرة حسيتها يجري. ترى التعديل يا جماعة عن جد تعديل متعوبة عليه، والتعديل جاي نص الفيديو ما بصير. اوكي بحط انا الكراش تبعك مثلا، بعمل فيديو عن او الاكس مثلا، بدنا الاكس، بدنا الاكس يا جماعه، بدي منكم تروحوا هلا على قناه كارولين على اخر فيديو نزلته وتكتبوا تحت بالكومنتات بدنا تحطي صور الاكس تبع ياسمين، بليز 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 بدنا نعرف مين هو. طيب انت كارولين بدك تنتقمي يعني؟ معقول بدك مرئي لها هيك؟ انا شفت فيديو انك سربتي رقمها، بس يعني مو الانتقام القوي يعني لهالدرجه، انه ما بعرف انا لو بدالك بنشر صور الاكس تبعها. انا ليكي شكلي خليتيني اطلع هيك قدام الكراش. هاي فايف كارولين، هاي فايف حلوي والله مسحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مسحة على راسي، عندي على شي صورة عندي على راسي، مستحيل الاديت ما بعرف ياسمين اذا انت عامله الاديت او حدا تاني، بس كثير برافو والله كثير برافو. ياسمين بلا اكل هوا، هذا الشيء ما بصير وعيب. هي كانت تقول لك كلمه ثانيه بدل بلا اكل، بس على اليوتيوب لانه عيب ما بصير عن جد. في شيء هذا انت كيف بدك تشيلي اياه؟ هاي باي باي باي. والله يا بنات يا صبايا بعد ما عملتوا هالفيديو والصور شلتوهم اوكي، وين كبيتوهم؟ حرقوهم اوكي او بس انه كبيتوهم بزباله؟ ياسمين حاجة تستفزيني اذا بتريدي. اول شيء انا بعتبره مثل اخي، وهو ما هو بيعتبرني مثل اخي.
يا مثل ما قلت لكم يا جماعه كارولين جت لعنا على البيت صارتنا يمكن اسبوع 4-5 ايام والله ما بتذكر بس يمكن الحكي ب 2018 او 19 بنت كثير حبابه وكثير ما شاء الله عليها يعني روحها حلوه ما عبالي بين مش الشرير بين هل الفيديو ده ذكرى تمام انا عم اقول لك انه هذا الفيديو ما بينزل يعني عم تقول لك انه هيدي الفيديو ما بينزل ما بينزل خلاص ملكه نزل يا كارولين وانت لازم تحطي صوره الاكس تبعها يا صغير ترى شيرو عم بقول من فتره ليش راسي صار يوجعني وانفي شوي نعوج وايوه انا هالفيديو يا جماعه شفته قبل بفتره بس ما شفته كله شفت بس هيك مقتطفات صغيره وردت فعل كارولين اول ما قاطع وكتبت لهم كومنت قلت لهم الايديت مستحيل هاي لايك كارولين هاي لايك ياسو وعن جد شكرا كثير الفيديو الحلو تعالوا يا جماعه شوي ندق لياسو نسلم عليهم الا شو خطر على بالكم تعملوا هالفيديو ليش هاي ياسو هاي كيفك الحمد لله انت كيفك شو اخبارك والله الحمد لله ما في شيء كله رواق شو عم تسوي والله شيء كنت عم اعمل ايديت عم تعملي ايديت امتى الفيديو الجاي يمكن بعد يومين يلا الله يقويكي والله كنت عم شوف هلا الفيديو تبعك اللي عملتي بكارولين مات الضحك ياسمين عن جد مات الضحك برافو عليكي مين عمل الايديت انت او حدا تاني كذا حدا مستحيل شوف فرط الضحك على الاغاني وعلى نظرات كارولين والقصص بس بدي اقول لك انه عملت رياكشن وهيك عندك شيء اي مانع او شيء لا اكيد بس انت ما تضايقت من الفيديو او شيء لا لا ابدا بالعكس كله فرط الضحك انا اسف يا جماعه الميموري كارد تبع الكاميرا تعبى بنص الكلام وكتبوا لي ميموري كارد فول وستوب ريكوردينج ومدري شو فوقف التصوير كي ياسمين بقول لك شكرا كثير كارولين كمان شكرا كثير يا جماعة رح احط لكم فيديو ياسمين وكارولين تحت صندوق الوصف روحوا شوفوا الفيديو تبعهم واشتركوا لكم بقنواتهم ولهون بدي اقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبكم الفيديو بدي منكم تحطوا لايك اشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد بنزله ياسمين كارولين بتمنى ما تكونوا زعلتوا مني انا بس عم بمزح من الحب لكم اخواتي انتو بنشوفكم فيديو جديد استنونا باي